سيد الوزير، تفضل سيد الوزير. سيد المستشار المحترم، يعني في السؤال ديالكم تتكلموا على الرواج المينائي ديال البضائع اظن. بغيت انا غير ما غاديش يمكن لي نجاوب على السؤال يعني بحكم انه هذا القطاع هذا ديال الموانئ ليس من اختصاص وزاره النقل واللوجيستيك، هو من اختصاص وزاره التجهيز. السيوله داخل الموانئ انا اللي تنعرف هو انه الموانئ ديالنا يعني دوليا تصنف داخل الموانئ اللي هي يعني عندها مستوى جوده مرتفع. تنذكر على الخصوص بحال دابا ميناء الدار البيضاء او ميناء طنجة المتوسط. فالمشاكل اللي يمكن لها تكون انا ما عنديش درايه بها بحكم انه ما تنتبعش هذا المجال هذا ديال المناوله وديال السيوله داخل الموانئ، ولكن اللي تنعرف هو انه الموانئ المغربيه يعني مصنفه داخل افضل الموانئ. تتعرفوا بانه ميناء طنجة المتوسطي جعل من المغرب يدخل القائمه ديال 20 دوله احسن ربط فيما يخص نقل البضائع بالحاويات، فهذا ما يمكن لي نقول في الجواب ديالي في هذا الموضوع. شكرا.